كتاب من هنا بدأت الكويت للحاتم أو الرشيد أو وعلق عليه سيف الشمال الرومي وغيرهم من المؤرخين. هما يعني إن شاء الله أخوات لنا الأخت خولة العتيجي وفاطمة الجار الله قالوا عن منطقة الصالحية. ترى منطقة الصالحية حدودها هني هذا أميرنا والشيخ مشعل أحمد ولي عهدنا وفقهم دولة الكويت، فهني حدودها. بس هما في الكتاب أنا ما ركزت بعدي، هذا المسجد مسجد الصالحية. سألت واحد من ما قايل اسمه من أهل الصالحية قال هذا المسجد كان باسم اللباني العجيل من عائلة العجيل الكريمة. اي صانع العجيل. اي فاحنا نبي الله مسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ان الرخت انا من قبل مكتوبه هو 1950 بس مو كاتبين عائلة العجيل وبنوا عائلة النفيسي العم غازي النفيسي جزاه الله صالح جزاه الله خير صاحب شركة الصالحية. وهاي المقبرة السلام عليكم دار القومين انتم السابقون ونحن لاحقون والله لنا ولكم بعد نفس الشيء ما ادري ارخوها ولا لا. فنبي يكون للكتاب تكمله وفي عوائل ما نزلت وايد يعني هذا الارشيدان وهذا القرمه من داخل ولا كان نزلت لها انا. اي والله فانتوا خليني يمكن احاول اقدر انزل عشان انا مؤرخ بوريهم الخوات ان هني مو مذكور عائله العجيل. ليش يعني احنا نبي نصير مؤرخين والوالد سيد يوسف الرفاعي مدرس تاريخ. وهذه منطقه الصالحيه ترى شوفوها كلها هي هذه المباني القديمه. بس انا حريص يمكن انهم ما عرفوا خلنا نوصلها حق عائله النفيسي الكرام. هم على فكره ايه ذكرت النفيسي مو مذكورين هم مو من اهل الصالحيه. شوفوا عشان انا اصير مؤرخ حقيقي. شوفوا سيد الصالحيه تم شهر من 1975 مو مذكور ان بانينا العجيب. تم تجديد انشاء اعلان فقط قاضي فهد عبد العزيز النفيسي بتاريخ 1975. هذا خذ واحد تصريح. شكرا. شكرا. فانتوا ساعدوني عشان انا ارخ. انتوا كم نفر؟ كم نفر؟ اثنين. اثنين خذ واحد ثاني. هذا انا السبح. يعني حزت حاضر الكويتيين. وهذه المقبره الفاتحه على روحهم جميعا. وهذا وراه البرج التحري وهاي الصالحية وهاي شيوخنا أميرنا ولي عهد. آمين آمين وفقهم الله ادعو لهم. أنت إنجليزي ولا عربي؟ هلا هلا خذ لك اسم مسبح. أنا إي والله بعضهم عندهم المسبح تدعى ولا يستبدل.